اسمع اراء المواطنين اللي ليهم قاعدين على ارض الواقع في ذهاب الى رحله تذكره معينه. عندنا حتى شكوى؟ ما فيش اي شكوى، كله زي الفل. قدمت تذكرتك خدتيها كويس؟ ما كانش فيه مشاكل؟ ما فيش مشاكل خالص 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 خالص. والكرسي اللي انا نقيته هو اللي موجود، يعني انا عايز الكرسي الفلاني، ما حاضر الكرسي مثلا. انا قال لي اتنين ولا واحده؟ قلت له واحده، وعايزه اقعد لوحدي مش عايزه اقعد جنب حد. قال لي حاضر من عينيا. ده كويس. وقعدت والحمد لله. والامن والاستقرار كله زي الفل الحمد لله. الحمد لله. احنا شكرا جزيلا ماما، شكرا جزيلا نورتينا. احنا مع حضراتكم هنحاول زي ما قلنا ناخد لفه في هذا القطار، احدى عربات هذا القطار، نعرف منكم ومن كل مشاهدينا ومن كل الضيوف اللي هيبقوا معانا على مدار الوقت عن رايهم فيما تقدمه هيئة سكة حديد مصر، ورأيهم عن الخدمة وماذا ينتظرون من هذه الهيئة خلال الأيام المقبلة. خليني برضو أتعرض بحضرتك بعد مساء الخير. إزيك؟ مساء النور. طيب في البداية الأول توصل بالسلامة، ثم تقولي لي رأيك عن اللي بتقدمه هيئة سكة حديد مصر في الفترة دي من الأطرات الجديدة، وشايفة أنت من وجهة نظرك حابة تقول لهم إيه أو تنصحيهم بإيه؟ هي الى حد ما كويسه قوي والخدمه كويسه قوي، بس انا عندي كومنت صغير قوي على الموظفين، معاملتهم مع الجمهور مش كويسه. احنا بنحاول نرصد لحضراتكم ماذا يقول الناس عن الهيئه، ماذا يتمنى الناس من الهيئه. هذه في محاوله منا لاعاده تصحيح المسار علشان كل الناس تاخد الخدمه المميزه والخدمه الكويسه. مكملين مع حضراتكم في هذه الجوله، لسه بنتكلم وبنسمع اراء كل ضيوفنا الكرام. خليني برضو ارحب باستاذتنا الكريمه، بعد كل سنه وحضرتك بخير. طيب منوره هيئه سكه حديد مصر الاول. الله يخليك، منوره بيك. طيب احنا عايزين نقول ما هو الجيد وما هو الحسن وما هو اللي محتاج ان يكون جيدا اكثر. هو الجيد ان هو الحمد لله بعد الحادثه الاخيره بتاعه القطر دي الامور استقرت ورجعنا تاني نيجي في ساعتين ونص او ثلاث ساعات الا ربع من اسكندريه للقاهره. يعني دي حاجة كويسة قوي إن إحنا رجعنا لمينا نفسنا تاني، لكن هو طبعا محتاج هيئة أو مؤسسة أو أي حاجة تتولى العناية بالسكة الحديد. القطارات دي محتاجة تجديد، محتاجة صيانة، محتاجة قطارات جديدة، لأن هو خط ساخن شغال على طول يعني. بس ده تعليقك الوحيد. تمام. أعتقد إن في خطة بتتحدث عنها الهيئة القومية لسكة الحديد مصر هتعملها الفترة الجاية دي إن شاء الله يعني. والله دي تبقى حاجة كويسة أوي فعلا. وبرضه دي رسالة من حضرتك كويسة، شكرا جزيلا في النهاية. ربنا يخليك. يعني شكرا جزيلا برضه مرة تانية، ولسه بتملك إحدى الرسائل اللي موجودة لنا إحدى الراكبات في هذه العربة. حبينا ناخد حضراتكم الأول في هذه الجولة علشان نسمع من الناس ما يتعلق بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ثم نتحدث في ضيوفنا اللي هتلاقوهم معانا النهارده